الطفو عند مرض الشقيقة كمرض مزمن كمرض من أمراض الرأس. ومعنا للتحليل الدكتورة وفاء مطيع أخصائية في الجهاز العصبي. أهلا بك دكتورة وفاء. أهلا وسهلا يا نادية. شخبارك؟ لاباس عليك دكتورة؟ لا باس ربي يخليك. طيب دكتورة وفاء، واش ممكن نوقفوا أولا عند التعريف لمرض الشقيقة؟ مرض الشقيقة هو مرض من أسباب الأمراض الرأس المزمنة، يعني الآلام الرأس اللي تتمشي وتتعاود وتتعاود. هذا المرض اللي عنده بعض الأشكال ديال الألم معروفة به، يعني نهضروا عليها اللي تتقلنا هذا الشكل ديال المرض ديال الشقيقة. نعم، شنو الأسباب اللي ممكن تعطينا الشقيقة دكتور وفاء؟ هما الأسباب ديال الشقيقة كثيرة. هو مرض عضوي، بزاف الناس يقول لك لا الشقيقة لا راه ماشي هو مرض عضوي اللي تيعطي الام الراس المزمنه اللي تيجيو نوبات ديال الالام وتمشي ويجي ويمشي ويجو. كاين واحد النسبه ديال الوراثه، تتلقى الناس اللي فيهم الشقيقه غالبا عده اشخاص من العائله ديالهم والديهم ولا خوتهم فيهم الشقيقه. دونك كاين هذا العامل الوراثه في هذا المرض. وهذا المرض بزاف الناس تيبسطوه تيقول لك واه شقيقه، ولكن تبين في بعض الدراسات ان لا كاليتي دفي، يعني طريقه الحياه، واحد لا كاليتي دفي الانسان اللي عنده شكل ديال الشقيقه الصعيبه اقل من لا كاليتي دفي ديال الناس اللي فيهم مرض السكر. يعني باش تفحصي، لان هاد النوبات ديال الالام تقدر تجي في واحد مثلا في الخدمه، تقدر تجي في وقت الامتحان، وتقدر تاثر له واحد التاثير سلبي على الحياه ديالو. والاسباب ديالو تبين ان عنده علاقه بواحد المشاكل ديال توسع العروق والتضييق ديال العروق في هذيك الوقت ديال النوبه ديال الالم. نعم، اذا الاعراض ديالو دكتور وفاء؟ دوك الالم الراس اللي عنده علاقه بالشقيقه تيكون عندنا الام غالبا تيكون الام ديال النصف ديال الراس، يعني اما النصف اليمين ولا النصف اليسار. وغالبا تلقى النصف الانسان تيتبدل، تيقول لك مرات تضرني النصف اليمين مرات تضرني النصف اليسار. وغالبا تيكون عنده واحد الالم بشكل ديال النبضات، بحال تيقول بحال الضربات ديال القلب في الراس، بان الالم تينبض بحال شي طنين في راسه، شي حاجه تطرق له في الراس، تنبض في الراس وفي النص ديال الراس. وتيكون غالبا حتى الحرق، تيحس بان الحرق مور العين، تيحس بالعين قابطه هذا النص ديال الراس، الم تينبض. وتيكون عنده واحد العلامه تتزاد معاه، مثلا الترويعه، الانسان ما تيقدش في هذاك الوقيته يشوف الضوء، ما تيصبرش على السماء. هذا الشكل ديال الشقيقه لا كومون العاديه الموجوده، ولكن في بعض الناس يكون عندهم قبل ما يبداهم الالم تيبداهم بواحد الاعراض تتسمى ولوغا، يعني قبل ما يبداو الالم تيشوفوا ان الشوف ديالهم تيتبدل، تيوليو بحال الضوء في الشوف، بحال الالوان في الشوف، بحال ان ديك لو شون فيزيو ديالهم تيتبدل. تبقى واحد 10 دقائق ولقيت ان باش الشوف تبدا يتحسن تبدا الالم. نعم، وهذه النوبات يقدروا يبقاو ساعة ساعتين، يقدروا يبقاو بنهار بيومين، يعني باش نعرف ان الشكل والحدة ديال الالم تتبدل من مريض لمريض. واش عندها علاج دكتور وفاء؟ دوك اول حاجة قبل ما نهضروا على العلاج، الشكل ديال الشقيقة كاين الناس اللي عندها تجيهم مرة خفيفة 3 شهور 4 شهور، هادو ما العلاج ديالهم خفيف، تنعطيو نوبات، تنعطيو مضادات الالم وصافي. ولكن كاين بعض الناس يجيهم مره في السيمانه، مره في يومين، مره في 3 ايام، يعني اكثر من 3 مرات في الشهر، الى حد انها تتاثر الحياه اليوميه ديالهم. هذوك الوقيته هاد الناس تنعطيوهم بعدا اولا نصائح باش الواحد يتفادى هاد النوبات، لان الانسان تيبدا يلاحظ تلقى راسو ان نهار اللي كلا مثلا الشوكلاط مثلا تيضروا راسو، تيعرف ان الشوكولات تيضروا في راسو، انه نهار اللي ما نعش مزيان تيشتو الالم، تيشوف شنو هما الحوايج تيكثروا الالم. مثلا عند النساء الوقيته ديال الحيض، كاين بعض الناس تيجيهم الالم في الشقيقه في الوقيته اللي قبل الحيض ولا في مده الحيض. وتيشوفوا شنو ممكن هذوك العوامل اللي يقدر الواحد يتفاداهم، مثلا اللي كانت عامل ديال الماكله يتفادى هذيك الماكله اللي تتاكلها، عامل ديال قله النعاس، عامل ديال الالكول، كاين واحد الشكل ديال الخمور اللي تعطيو النوبات ديال الشقيقه. دونك تيحاول يتباعد من هذوك العوامل كامله اللي تعطيونا العالم. وتنطلبوا من المريض انه يدير لنا واحد اجنده، يعني النهار اللي تيضروا راسو تيقيدو، تيشوف الساعه شحال الساعه بقات، وحتى المده شحال الشقيقه. واش الانسان خاصو علاج، تنقول تريتمون دو فون، يعني علاج يومي مده شهور ثلاث سنين، ولا ما خاصوش؟
هي غالبا تتفوت ثلاثه المرات في الشهر، تنعطيو هذاك العلاج، وهذاك العلاج تيطلب عده شهور وغالبا تنصو حتى لسنه ديال العلاج، وتعطي الحمد لله تعطي نعم تعطي نتائج. وفي نفس الوقت الناس اللي عندهم النوبات الكثيره تنحاولوا نقول لهم يبعدوا من بعض المواد، لان الفخ ديال الناس اللي عندهم الشقيقه ان بكثره الافراط من المواد ديال الالم تيوليو عندهم، راه من جهه عندهم المرض الشقيقه اللي تاثر عليهم بالنوبه ديال الشقيقه، وفي نفس الوقت عندهم الام الراس المزمنه عندها علاقه بادمان بالدواء. دونك تنقول لهم خاص تفادوا انكم تطيحوا في هذا الفخ ديال الادمان بالدواء. ودوك لا من تيجي من تيحس بالمريض ان الشقيقه تتشدو مره اول حاجه الشقيقه ماشي، بزاف الناس يقولوا لا ما كاينش دواء دوك ما كاينش علاش نمشي عند الطبيب، لا، لان اول حاجه خاص المريض يتاكد، الطبيب يتاكد من التشخيص ديال الشقيقه، لان كاين بعض الامراض مش تعطي نفس الاعراض، ما امراض ديال الراس، واحد المشكل ديال العروق لي زانيفريز، يعني خصنا نثبتوا التشخيص، واش التشخيص 100% شقيقه ولا لا. الطبيب هو اللي كيحدد لينا شنو النوع ديال الشقيقه اللي عندنا، واش شقيقه بالصح ولا شي حاجه نتيجه مرض اخر ولا شي ولا شي مرض اخر من غير شقيقه. دونك اول حاجه التشخيص نثبتوا واش شقيقه ولا لا. ثاني حاجه واش هذا المريض خاصو العلاج تريتمون دو فو ولا ما خاصوش، لان بعض الناس يجي تيقولوا لا انت ما تحتاجش الان تريتمون دو فو، خاصك الام ديال علاج ديال النوبه ديال الالم، ها شنو دير ها شنو دير ها شنو دير، والنصائح ديال الطرق الوقايه من الام ديال النوبه ديال الالم. دا شنو النصائح ديالك دكتور وفاء المستمعين؟ اول حاجه الشقيقه ماشي فاتاليتي، دونك لو سونس يعني ماشي راه بزاف الناس بالهم الشقيقه راه خاص يصبر عليها راه ما عنده ما يدير ليها، لا، كاين طرق العلاج ديال الاسترخاء ديال الوقايه ولا ديال العلاج ديال الادويه اللي ممكن الانسان ان الحياه اليوميه ديالو تتبدل بطريقه، يعني واحد اللي تتجيه يومين ثلاث ايام تتجيه نوبه، ماشي بحال واحد تتجيه وحده خفيفه مره في خمس شهور مره في الشهر، هذه الحاجه الاولى. نعم. اللي عنده الم الراس ماشي لازم يكون عنده علاقه بشقيقه، يعني خاصو يثبت التشخيص. ثالث حاجه ان شنو هما الحوايج اللي تيكثروا لي الالم؟ في الماكله، في النوم، في بعض المواد بحال قلنا بحال الخمور ولا بحال هذه، يعني الواحد خاصو يعرفوا ماشي يتفاداهم، بعض المواد مانعه الحمل هما تيقدروا يكثروا الالم. نعم. وبعض الادويه خاص الواحد اللي عنده شقيقه يتفاداها، لان بعض الادويه اللي تنستعملوها بطريقه بدون وصفه طبيه تناخذوها من عند الصيدلي ممكن تكثر المشكل، تفاقم المشكل، واحد تيبدا بالام ديال الشقيقه ومع الوقت لانه كثر من الادويه تيولي عنده الشقيقه تتبقى عنده وتتزاد عليها الام ديال الادمان ديال الدواء. ديال الدواء. اخر كلمه في الموضوع الدكتور وفاء. اول حاجه الناس اللي عندهم الشقيقه راه ماشي يعني كاين بزاف تيقول لك لا تيديرها سبا ولا عنده راه تيعدلو راسو سبا، لا، الم الشقيقه مرض اللي ممكن يكون تعطي اعاقه فواحد الوقيته، يعني هذيك الساعه ولا ساعتين، والمشكل هذيك الوقيته ممكن تجي في الامتحان ديال واحد عنده البكالوريا تقدر تجي في الخدمه. دونك اول حاجه هي هذه. ثاني حاجه ماشي اي الم بالراس راه عنده علاقه بالشقيقه، يعني لازم من التشخيص متاكد واش الشقيقه ولا لا، واللي تبين ان مرض الشقيقه راه كاين العلاج، هذا قلنا العلاج فيه الوقايه وفيه النصائح وفيه الادويه. دكتوره وفاء مطيع اخصائيه في الامراض العصبيه، شكرا جزيلا لك.